بآلتها التدميرية اجتاحت الميليشيا الإنقلابية مدينة المعلا وعلى نحو صارخ لكافة القوانين والتشريعات المحلية والدولية تمركزت في المجمع القضائي والمرافق الخدمية الأخرى وجعلت من الأحياء السكنية والمدنيين هدفاً لآلتها العسكرية وعنفها اللامحدود. هذه جريمة بمعنى الكلمة، أضرت الصغير قبل الكبير، أضرت المرأة قبل الرجل، أضرت كل إنسان في هذا الوطن. أعلنوها حرب على هذا الشعب، وإن شاء الله تكون نهايتهم على هذه الحرب. بالبداية سوت معارك في خرمكسر، وتم السيطرة على خرمكسر وانتقلوا إلى منطقة جبل حديد. فعند طلوعهم إلى معسكر جبل حديد، هذا يعتبر موقع استراتيجي يفصل ما بين خرمكسر وكريتر ومعلا. فهم لما مسكوا جبل حديد تم السيطرة عليه، عملوا على قنص كل من هو ماشي في أو مار في المعلا. كانوا يستغلوا أبسط مكان مرتفع، سواء يعني عمارة أو مرتفع جبلي، للقنص. الأسابيع الأولى من الحرب كانت فصولاً من الجحيم على مدينة المعلا وسكانها. حوصرت المدينة لأكثر من شهر، وعاش معها الأهالي حالة خوف لم يسبق لها مثيل. قبل ما يدخلوا في المعلة كان قصف بشكل غير طبيعي، يعني قصف بالدبابات، بالثلاثة والعشرين، بالهاونات. يعني أصيبت، يعني أذكر أنا أطفال راحوا فيها في عمارة في الرئيسي، قذيفة حق دبابة، وعمارة أخرى حرقت، وعمارة يعني جنبها حرقت في اللي قبر هير دخل حق المعلة ميناء. هناك بالتحديد قصفت وحرقت كامل يعني بسبب القصف العنيف. علي اصبر الله ونعم الوكيل، لا اله الا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، هذه دبابة. احتراق أحد المنازل من جراء قصف القوات الحوثية على أبناء المعلا عدن، هذا بالخط الدائري. عندما تم السيطرة على طريق دريب الدبابات والمدرعات، سيطروا على المجمع القضائي. بحكم موقعه الاستراتيجي، كان المجمع القضائي في المعلا أول مؤسسات الدولة اجتياحاً من قبل ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح، وبفعلها أيضاً اختلت معايير العدالة وميزان الحياة، وتحولت المحاكم والنيابات إلى سجون ومعتقلات، وأصبح القتلة سجانين والأبرياء سجناء. وكانوا دائما متواجدين في هذه المنطقة، يعني في منطقة المجمع القضائي في المعلة، وقاموا ب يعني عمل نقطة عسكرية في هذه المنطقة بغرض ابتزاز المواطنين وتفتيشهم وما إلى ذلك.
هناك كانت قوة كبيرة مرابطة داخل المجمع حسب ما قيل لنا، وأيضا كان سجن بالتحديد. تركوا كان موقع تكنة عسكرية للزق فيه بالاعتقال ترد الوضع الإنساني إلى درجة مفزعة، وهو ما ينتقل من سيء إلى أسوأ. في مدينة المعلا التي تعطلت فيها إلى حد كبير إمدادات المياه وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، وما رافقها من أزمات أخرى بسبب عنف القصف واستمرار الحصار. المعلا كانت محاصرة لمدة أكثر من 60 يوم. يعني المعلا كانت محاصرة من جميع الجهات، محاصرة من جهة كريتر الذي استطاع الحوثة أن يقتحموها، ومحاصرة برضو كمان من جهة خرمكسر، وهي تعتبر منفذ لكل المديريات يعني الباقية. إلى جانب أن الميليشيات الحوثي قطعت المياه وقطعت الكهرباء وقطعت كل الخدمات التحتية التي كان يحتاجها المواطنين. في المعلا أكثر من 23,000 أسرة عانت الكثير. المدنيين تعرضوا لانتهاكات كثيرة، منهم حرمانهم، أولا الحصار المفروض عليهم، ثانيا قطع التيار الكهربائي، قطع المياه، هذا سبب لهم يعني مشكلة كبيرة جدا، فقدوا من قوتهم، وهذه جريمة في حد ذاته لن سوف يتحاسبوا عليها على مستقبلا إن شاء الله. شاهدت المعلا موجة نزوح كبيرة جدا، خرج الكثير من الأهالي خوفا من القتل، خوفا من الموت، متأثرين بانقطاع الخدمات يعني الأساسية مثل الماء مثل الكهرباء. خرج الناس ونزح الناس عن طريق البحر من مدينة التواهي إلى البريقة. كثير من الأسر خرجت وتركت كل أحلامها وكل طموحها وغادرت المنطقة بسبب العدوان الحوثي وبسبب عدوان الميليشيات. الكثير من أقربائنا ومن حولنا ومن البيئة اللي نحن نعيش فيها ذهبوا وقتلوا، وزملاء عمل، أذكر إيليا المحامي، إيليا هذا كان من أكفأ المحامين في محافظة عدن، وكنا طالما نلتقي في المحاكم وفي العمل الحقوقي قنص من قبل الحوثة، جيران لي برضو ذهبوا أيضا، حتى عندما كنا نساعد النازحين وننزل للمدارس كنا نشوف الوضع السيء اللي كان يعيشه المواطن اللي كان معزز في بيته في بيئته. سيطروا على بعض المناطق أو الأماكن المدنية، سيطر الحوثة على المركز الطبي أو المستوصف الطبي الذي في المعلة هنا لغرض علاج جرحاهم، وكمان برضو كمان منع الحوثة من وصول الإمدادات الغذائية والدوائية لمنطقة المعلة. الحوثة ظلوا يعني محاصرين للمنطقة وقاموا بعمليات إعدام أو اغتيالات لكثير من المقاومين من أبناء الجنوب، وهناك أسماء كثيرة من الشباب الذين سقطوا يعني شهداء. وأمام هذا الوضع المأساوي في المعلا جاء تدخل التحالف العربي لإنقاذ الإنسانية المتألمة، واستهدف المجمع القضائي بأكثر من غارة كغيره من مواقع الميليشيا التي ظلت لأسابيع عدة مسرحا لعمليات عسكرية مكثفة. ثم تم يعني قصف المكان، قصف القوة العسكرية الموجودة في المكان. عندما أتى طهران التحالف العربي حاولوا ينتقلوا من الأماكن المرتفعة كالعماير والجبال إلى المناطق السكنية التي تهول فيها السكان،
لأن يستخدموها كدروع بشرية. يقول لك إن التحالف ما بغيش يضرب أماكن فيها مواطنين وأهالي، رغم أنه كانوا الناس يعني مش كثير اللي ساكن، أغلب الناس نزحت، فهم كانوا يستغلوا الباقين هذولا في الاحتماء بينهم. الحوتة انتشروا في بين الأحياء الشعبية والمساكن الشعبية لغرض واحد، لغرض أنه كانوا يتخذوا من المدنيين ومن المواطنين دروع بشرية، بحيث أنه لا يعني يستطيع طيران التحالف أن يقصفهم. حتى أنهم كانوا يستخدموا قذائف الهاون، أنه يضربوا من هذه المناطق قذائف هاون لمناطق ثانية. الله أكبر عليهم، الدبابات تضرب، الدبابات تضرب الآن أمام البيت. الله أكبر عليهم. قبل نحو عامين كان هذا المبنى مجمعا قضائيا لأهم ثلاث محاكم في العاصمة المؤقتة عدن، لكنه اليوم يحكي واقعا مغايرا ويرسم صورة مصغرة لحجم الكارثة التي آلت إليها الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن عقب الاجتياح المشؤوم الذي تعرضت له خلال النصف الأول من العام 2015. هذا المبنى الذي تم تدميره لا يزيد عمره اليوم عن 5 سنوات مع فترة الحرب إلى اليوم هذا، يعني يدوب جهزناه ورتبناه ودخلنا فيه التجهيزات و يعني مكلف، عمل مكلف طبعا. الدولة خسرت الإنسان وخسرت المباني، خسرت كل شيء. الميليشيات الإنقلابية قامت بضرب كل البنية التحتية للمحافظة و من ضمنها المحاكم التي بتوقفها وتدميرها يؤدي إلى تفاقم الوضع وازدياد الإشكالات والنزاعات، وهذا ما يبحثون عنه. جينا مباشرة بعد التحرير إلى المحاكم وزرنا المحاكم، وكانت يعني المحاكم مهدمة، وقدمنا تقرير متكامل، ولكن للأسف كان الظاهر أنه الهاجس الأمني كان أكبر من أي أمور أخرى، وكان التجاوب لم يكن بالمستوى المطلوب حقيقة. بقايا مباني متهالكة وملفات متناثرة، كل ما تبقى من مجمع قضائي كان حتى وقت ليس بالبعيد بيت للعدالة التي يقصدها متضررون من مدن مختلفة ويستقبل بشكل يومي قضايا متنوعة. هناك يعني الآن مباني قضائية دمرت بأكملها، هناك آثاث نهبت، هناك أدوار للفاعلين، هناك من حرض على هذا، هناك من نفذ، هناك من خطط، هناك من دبر. هذه كلها ليس من اختصاص القضاة، بل وإنما من سيقوم بتوصيف هذه الأفعال هي الجهة المخولة والمحركة للدعوة الرئيسية، هي النيابة العامة. لم تعد الحياة إلى هذا المجمع القضائي الذي تتواجد فيه المحكمة الإدارية بالإضافة إلى محكمتي الضرائب والمرور، ولم يعد بمقدور المحاكم والنيابات ممارسة سلطاتها القضائية بعد أن تعرضت لعملية تدمير ممنهج. الضرر الأهم الذي نحن نفكر فيه هي السجلات، المباني ستعوض وسيتم بناءها بمجهود الدولة أو بالتحالف أو غيره، لكن السجلات والملفات هي الأهم، لأنها نزاعات سنين قد تصل إلى 15 عام بعضها. وما تم إحراقه من ملفات وما تم تدميره سيتم إعادته، وما ضاع حق وراءه مطالب. لم أكن أنا القاضي،
سيأتي قاضي آخر وغيري وغيري هكذا. إضافة إلى هذا أن البعض يتوقع أن أخذه للملف سينهي القضية، لا، سيتم تكوين ملفات أخرى، وهذا القانون سمح للقاضي أن يكون ملف جديد وعلى ضوه ومستجداته يستمع الأطراف إليهم من جديد ويفتح القضية مجددا ويباشر عمله ويحكم، وكما قلت لك إنه ما ضاع حق وراءه مطالب. تعرضت محاكم عدن أعتقد نوعين من التدمير، تدمير من الحوتة أثناء المقاومة أثناء مقاومتهم، إضافة إذا بعد خروج الحوتة للأسف الشديد لم يتم تأمين تلك المحاكم مؤسسة الدولة وتعرضت للنهب. الأمر ذاته تكرر في مباني السلطة القضائية بالمديريات الأخرى التي اجتاحتها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع الصالح، وكان ذلك سبباً رئيسياً في إلحاق أضرار متفاوتة فيها، كما حدث لمبنى النيابة العامة بخورمكسر ومحكمة الأموال العامة ومحكمة الشيخ عثمان. اليوم المحاكم تشتغل في تجمعات، مثلا محكمة المنصورة والشيخ عثمان يعمل في مبنى محكمة المنصورة والذي هو إيجار في الأصل، يضاف إليه أقلام التوثيق للشيخ عثمان والمنصورة، ازدحام غير عادي في مبنى صغير عبارة عن شقتين. محكمة الميناء تشتغل في محكمة صيرة ومحكمة الميناء، وفيه قلم التوثيق للميناء وقلم التوثيق للسيرة، وازدحام غير عادي. محكمة الشيخ النسبة الأكبر، الشريحة الأكبر من المواطنين التي تستقيل، كونه محكمة الشيخ باختصاصها دار سعد، مديرة دار سعد، مديرة الشيخ عثمان، الممدارة، المحاريق، القاهرة، البساتين، يعني عدة، كلهم يتجهون إلى محكمة الشيخ. محكمة الشيخ انتهت، أصبحت تشتغل تحت رعاية محكمة المنصورة، في مبنى محكمة المنصورة غرفتين يلتقي في رئيس المحكمة وغرفتين للقضاة وموظفين مسقمين. أكوام الملفات هذه تبقى قريبة من ذكريات أناس تفرقوا واختلفت أماكنهم، لكن معاناتهم مشتركة ووجعهم واحد يختصره هذا المشهد الذي لا زال على حاله. فهذا الدمار الذي يبدو مجرد حجارة صامتة وفي الحقيقة يخفي جرحا ما زال ينزف في قلوب المتضررين.